منبار سهل ولا صعب يا هالة؟ لا هو سهل جدا على فكره، هو صعب في تنظيفه، يعني لازم ليه طريقه معينه في التنظيف انك تطلعه نظيف وريحته حلوه ما فيهوش حاجات ويبقى لونه ابيض زي ما انت شايفه كده. اه ده المنبار؟ ده منبار، والله منبار. اه بجد؟ والله منبار. انا فاكره كريم شانتيه ولا لا، منبار عشان يطلع نظيف كده، فده بياخد وقت في تنظيفه عشان توصله للمرحله دي. آه بياخد وقت ان هو يقعد كتير في الخل والدقيق وينضفه بالسكينه. طب ما تقولي للناس ازاي عبال ما الزبده تسيح، ازاي بتعملي ايه الخطوات منك عشان توصليه للمرحله؟ بصوا الاول لازم يتنقع في ميه وملح وخل، ده الاول شويه حبه كتير، وبعدين دقيق، دقيق الذره بالذات اللي هو الاصفر، نتعكه كويس جدا بيه، وبعد كده بالسكينه بقى بطريقه معينه بتعمله، وبعدين بنحطه على الحنفيه ونقلبه. اوكي اه علشان خاطر تعرفي تنضفيه عشان كويس عشان يقلب نفسه. اوكي عشان تعرف تنضفه على الناحيه التانيه. احنا بتعملي ايه يا هاله؟ بشوح البصل دلوقتي، حط الطماطم ايوه وعليها البصل ايوه والخضره ايوه وبنقلبهم كويس الاول. انت دلوقتي بتعملي الحشو بتاع الممبار. اوكي انت ايه اكتر اكله بتحبيها يا هاله؟ انا؟ اه بس وانا بحب اعمل الاكل قوي قوي لكن مش بحب الاكل. اه طب ايه اكتر اكله بتعرفي تعمليها؟ كل حاجه. كل حاجه الحمد لله. طب ما فيش اكله معينه بتحبيها؟ طيب طب ما ترغي معايا يا هاله، انا هفضل بحب الكوسه البشاميل، بحب الكوسه البشاميل جدا. ها البطاطس بوريه ايوه بحبها. بحب الحمام يعني الى حد ما مش قوي. اوكي الاهم من ده كله انا بحب اشتغل بايدي، مش بحب اشتغل بالمعالق والحاجات دي، فاعذروني. اه لا طب ما هو صح، هو انت اكبر الشيفات بتشتغلوا بايديهم كمان من غير جوانتي، تعرفي كده؟ ايوه ايوه عشان بحس ان انا في بيتك يعني كده في المطبخ. ايوه بحس ان انا مرتاحه اكتر براحتك، فده بيريحني أيوة. شويه. اوكي وحطيتي، قولي لنا كده فكرين عملتي ايه؟ حطيت ملح وفلفل ايوه ملح وفلفل وكمون وشطه ايوه وكزبره. اوكي قلبتهم كويس وهحط عليهم زيت، ضروري جدا الزيت. اوكي هو يعني الممبار بعض الاوقات سوري انا قطعت كلامك، بس بعض الاوقات بنسبكها زي تسبيكه المحشي شويه. بس بتبقى تقيله يعني، هو لما بنعمله ني في ني كده بيبقى اخف كتير وبيبقى اطعم كتير. وبعدين بتحس بطعم الطماطم والبصل فيه بيبقى افضل، وكمان الرز ما بيبقاش مكتوم فيه قوي، فما تحسش ان هو لما تيجي تاكله ان هو مكتوم، لا بيديله مساحه يعني. قولي لي كده البصل اتشوح ولا لسه؟ لا لسه شويه لسه شويه. وانا مش عايزه استخدم بس ده، طبعا ده حماه، ده منبار بوب كورن عشان صغنن زي ما انت شايفه كده، بيبقى طلع صغنن جدا. اوكي اه اللي هو زي ده ايوه اللي هو الواحد يفضل ياكل منه. طبعا هما كانوا زمان بيحشوا بالقمع. اوكي لكن انا انت على فكره انت ممكن تقلعي الجوانتي على فكره. اه انا بقول كده. طب تقلعي انت لابسه الجوانتي ليه؟ مش في مطبخك عادي؟ ايوه انا يعني مش انت فاكره يعني لما تلبسي الجوانتي الناس هيقولوا لا انا مش مرتاحه؟ في حد في المطبخ بيستخدم جوانتي؟ لا بص انا بحب استخدم ايديا، بحس بالحاجه يعني، حتى العجينه لو ما حسيتهاش بايديا ما بتظبطش. طب قولي لي القمع اسهل ولا الايد البني ادم؟ لا الايد 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 مش كل الناس أسهل. بص يعني كل واحد حسب ما هو بيحب اللي هو بيعمله، يعني هو كل واحد حسب ما هو بيحب اللي بيعمله. اوكي بس هو الناس يعني الاغلب بيحب القمع عشان يبقى بس بياخد وقت ومجهود. لا ده بالعكس كبير ما بياخدش وقت ومجهود كبير. لا خالص بالعكس. طب ما بياخدش وقت ومجهود كبير. بص اهو نخليه فاضي مش بيملاه قوي عشان لما يستوي ما بيبقاش الرز مش اه بيبقى كده بس. اه معقول؟ ما ينفعش. اه اوكي ينفعش بعد كده. اوكي ما تقلقش هيبقى منبار بعد كده. قد ايه ميه؟ لا حط حبه كمان بس بس خلاص. حاضر وبعد كده انا احط المنبار فيها؟ احط المنبار فيها كده؟ ايوه. اوكي ايوه هو كده بيتسلق يعني؟ انا كنت فاكره بيتحمر ولا هو بيتحمر؟ لا ما هو لازم يتسلق الاول وبعدين يتحمر. اه بجد؟ طبق الحمام المحشي وايه والممبار. اتفضل يا فندم اتفضل. انت تعبت قوي في المطبخ النهارده. ايه الجلوفز؟ انت بتاكل بال مش حلوه قوي يعني. بس ايه السر ان هو يعني في ايه؟ مش عارف. ها هو حلو هو كل ما يكون نضيف هو بيديله تيست حلو.